فمثلا فاينانشال تايمز مثلا رئيس التحرير رولا خلف كتبت رساله الى الجمهور بتقول لهم ان احنا لن ننتج نصا كاملا بالذكاء الاصطناعي. لو استخدمنا صوره مش هنستخدم صور بالذكاء الاصطناعي، لان لما الصور بتستخدم بالذكاء الاصطناعي بتنتج، بتبقى ليها حضور في ارشيف الانترنت، فممكن اي بني ادم تاني ممكن يستخدمها على اساس انها حقيقيه، ولكن هي ليست حقيقيه، هي مصطنعه. فبالتالي هذا المصطنع فممكن ممكن يضر. هقول لحضرتك مثال من السنه اللي فاتت، في يعني اعتقد في ابريل او مايو 2023، صوره تم التلاعب بها، حريق دخان طالع من البنتاغون وقع البورصه الامريكيه، وخلى خلى الولايات المتحده الامريكيه لاربع خمس ساعات مرتبكه. فهذه صوره مصنوعه عبر الذكاء الصناعي التوليد. فبالتالي عشان كده الاعلام لما يجي يستخدم هذه الادوات لابد ان يكون اقتراب امن واستخدام مسؤول ورشيد. طيب انا سالت الذكاء الاصطناعي قلت له مين حكم مصر من عهد محمد علي حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ فجالي في نتيجه من النتائج في القرن ال 19، نهايه القرن ال 19، ان حكمتنا سيده. ما حكمتناش سيده، اسمها خديجه العدل. مين خديجه العدل؟ قال لك كاتبه، وبعد كده قال لك رئيس تحرير المصري اليوم، وبعد كده قال لك لا انا غلطان، ده ناشطه في حمله لاحد المرشحين الرئاسيين. فبالتالي هذه هلاوس وضلالات. طيب يعني كلها معلومات خطأ، معلومات غير دقيقه، تبدو انها منضبطه. عشان كده في الـ في الـ في برنامج 60 دقيقه ليزلي ستال مع احد الخبراء التقنيين المتعلقين بالتكنولوجيا وصف التوصيف ده، قال كده تحديدا، قال دي رصاصات موثوقه. ليه؟ خطورتها ان هي شكلها حاد، تبدو منضبطه، تبدو دقيقه، لكن هي ليست دقيقه بالكامل. لابد ان يكون هناك تدخلا بشريا لكي تصلح ان ننشرها للعامة او ننشرها على اي منصه. فبالتالي هنا لو الانسان بيتعامل مع هذه الاله لابد ان يراجع ما تنتجه الاله، ما يقدرش ياخذ المحتوى ده وينشره بشكل مباشر على طول، مسلم بيها بالظبط. فالتكنولوجيا ليها مخاطر، في حتميه تكنولوجيه، في حتميه تكنولوجيه لا مفر منها بحكم التطور في العالم، ولكن لما نيجي نستخدمها لابد ان يعني ناتي بها الينا ولا نذهب اليها، لابد ان ناتي بها الى مجالنا. انا بتكلم هنا عن اي مجال. لابد ان كخبراء في المجال ان احنا نهيئها لشغلانتنا. عشان كده انا بشوف دايما طول الوقت ان هي لن تغادر مساحه مساعد الطيار، ولن تكون الطيار نفسه، مستحيل.